السلام عليكم. قال الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي فرانسو دولاتير إن المجلس يدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في التوصل إلى اتفاق سلام، وأضاف أن أعضاء المجلس يؤكدون على الحل السياسي للصراع في اليمن، معربين عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم فيما يخص الوضع الإنساني والسياسي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب تعثر المبعوث الأممي في إحراز أي تقدم في ملف الأزمة السياسية والإنسانية، وهل أصبح مستقبل المسار السياسي غير واضح الأفق؟ فيما يبدو أنه دوران في حلقة مفرغة يعود المبعوث الأممي ليتحدث أن أطراف الصراع في اليمن يعيشون حربا لا طائل منها، وهو الأمر الذي وصفه المبعوث بمثابة الفعل الذي يأكل الطريق نحو السلام ويقلص من فرص العودة إلى المسار السياسي. المبعوث الأممي الذي تحول من إطار الباحث عن الحل إلى مجرد واصف للمشكلة، تحدث مراقبون بأنه بات تائها في ملف أزمة طويلة لم يحقق فيها أي اختراق يذكر حتى الآن. ومع احتواء المشهد للعديد من التغييرات المعقدة داخل اليمن وخارجه، ما زال مجلس الأمن والدول الراعية للحل تنتظر الوقت الذي يعود فيه المسار السياسي الذي تعثر طويلا وارتفعت معه أصوات الحرب. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد 3 أعوام من الحرب وفشل الجهود السياسية، لا يزال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعد بخطة جديدة وجولة جديدة لمشاورات لم يتقرر مكانها ولا موعدها. أنا حاليا في صدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة، وكذلك خطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. المبعوث الأممي الذي كان يتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط أوضح جانبا من أجندة المشاورات المقبلة التي كشف عنها وتتضمن مبادرة إنسانية لإعادة بناء الثقة والخطوات اللازمة لإعادة طرفي النزاع في اليمن إلى طاولة المفاوضات. ولد الشيخ وفي أعقاب جلسة مجلس الأمن عاد وأوضح في تصريح للصحفيين أن خطته تتأسس على المقترح الخاص بإدارة الحديدة ومينائها وتوريد الأموال إلى صندوق خاص يسمح بصرف المرتبات للموظفين، وهو المقترح الذي رفضه الإنقلابيون من قبل. إن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان. فقد استمرت الاشتباكات وتبادل النيران الثقيلة على جميع المحاور الرئيسية. طغى على مناقشات جلسة مجلس الأمن الوضع الإنساني المتدهور جراء الحرب، إلى حد دفع بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى اتهام أطراف النزاع بالمضي في صراع عقيم بينما يعاني الشعب كارثة إنسانية، حيث يعاني ثلثاء محافظات البلاد خطر المجاعة وتفشي الكوليرا التي وصفها بأنها الأسوأ في تاريخ العالم. وكان حضور ومشاركة الطرف الإنقلابي في كافة جولات التفاوض السابقة عبارة عن مناورات لكسب المزيد من الوقت لفرض مخطط إجرامي يهدف إلى تدمير اليمن والاعتداء على دول الجوار ضمن أجندة تقودها إيران لنشر التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هي السياسة التي يراها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني متصلة بالدور الإيراني في الأزمة والحرب، خصوصا وأن كلمته تطرقت إلى مخاطر الصواريخ التي قال إن مصدرها إيران والتي يهدد الحوثيون بإطلاقها على السعودية والإمارات، ليصل إلى تأكيد أن السلام المستدام لن يتحقق إذا لم تتوقف إيران عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة. السفير اليماني أعاد التذكير بأن مرجعية السلام المتمثلة بالمبادرات الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن تتوفر على عناصر الحل المستدام للأزمة اليمنية. مسار طويل مشائك ينتظر المبعوث الأممي لإخراج أحدث مقترحاته إلى حيز التنفيذ كما وعد، في ظل مخاوف من أن تتحول تحركات المبعوث الأممي هي الأخرى إلى جهود عقيمة تماما كالصراع الذي تديره الأطراف في بلد يبدو أنه لن يتنفس الصعادة قريبا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور.
مرحبا بك دكتور. جلسة جديدة لمجلس الأمن، ما الذي يمكن أن يغيره المبعوث الأممي وأيضا مؤسسات الأمم المتحدة بشكل عام في الأزمة اليمنية وتحريك المياه الراكدة؟ هو في الواقع يعني يبدو أن العالم بدأ يتعايش مع الأزمة اليمنية، العالم بمعنى المجموعة الدولية ممثلة بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأعضاء العشرة الآخرين، بالإضافة إلى تعايش الإقليم وربما تعايش قطاعات واسعة من اليمنيين مع هذه الأوضاع ومع الحرب. وهذه نقطة. النقطة الأخرى، الخلل في تصوري الذي يجري حاليا هو أنه يعاد إنتاج الأزمة في اليمن باعتبارها أزمة إنسانية وحسب، وهذا مؤشر خطير في تفكير وفي إجراءات المجتمع الدولي، لأن الأزمة سياسية، الأزمة السياسية تمثلت في وجود انقلاب حقيقي أدانه العالم ولم يعترف به العالم، لكن العالم في الوقت ذاته يتعامل مع هذا الانقلاب ويريد أن يسوي بينه وبين الشرعية المعترف بها دوليا. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن هناك محاولة من خلال خطة ود الشيخ فيما يخص ميناء الحديدة، محاولة بدلا من الحل الشامل للأزمة اليمنية والحرب، هناك محاولة لإيجاد حل مرحلي تدريجي. وهنا أيضا خطورة بالغة عندما نتحول من مرحلة الحل الشامل الموجود في القرارات الدولية والمعبر عنه بشكل واضح في آخر هذه القرارات 216 إلى محاولات لحلول جدية ترقيعية وحلول مرحلية، فإننا بذلك نتخلى عن فكرة الحل الشامل للأزمة بشقوقها المختلفة. حتى هذا الحل الجزئي دكتور محمد، حتى هذا الحل الجزئي الذي تتحدث عنه هو فيما يخص ميناء الحديدة ربما فشل أيضا في إنجاز هذا الجزئية البسيطة من 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 منظومة الحل الكبرى. والإشكال أننا عندما نهرب من الحل الشامل الملزم نقع في مطبات الحلول الجزئية التي لن تجد، وبالتالي نتخلى شيئا فشيئا عن قرارات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حل شامل وليس حلا مرحليا، لأن الحل المرحلي هو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وترحيلها من حين لآخر. النقطة المهمة الأخرى في تصوري هو أن هذا الخطاب الأممي المواظب أو لنقل الخطاب الذي يريد أن يظهر بأنه أو يظهر بالفعل بلا لون وبلا طعم، والذي يسوي بين الشرعية وبين الانقلاب بالحديث عن أطراف متصارعة، هذه هي ترجمة للكلمة أو المصطلح الإنجليزي conflicting parties. يعني لا يجوز في تصوري لمؤسسة دولية تعترف بشرعية في بلد أن تتحدث بهذه اللغة، لغة الأطراف المتصارعة، وكأننا أمام جميع من الميليشيات المختلفة في البلاد والمتصارعة بشكل أو بآخر. هناك نوع من مخالفة مقررات الأمم المتحدة في هذه اللغة. يعني لا أظن أنه يجوز لمبعوث الأمين العام أن يتحدث بهذه اللغة التي تسوي بين الشرعية والانقلاب. الآن من الممكن أن ننتقل الشرعية بأن فيها كل ما يمكن أن يقال من الآن حتى الغد، لكن أن تسوى من حيث المبدأ مع الانقلاب، فأعتقد أن هذه لغة خاطئة في كان يستخدمها مبعوث الدولي في هذا الظرف الراهن. إذن نحن في هذه اللحظة نعمل أو نرى أو نلحظ بأن ود الشيخ يعمل على ترحيل الأزمة من جهة، ويعمل على مرحلتها وإعادة جدولتها من جهة أخرى، ويعمل على إعادة تنميطها أو تصنيفها من أجل إعادة إنتاج مأساة إنسانية في اليمن، سواء كانت على المستوى الإغاثي أو على المستوى الصحي أو على المستوى المجاعة الحاصلة أو ما يقال أن هناك مجاعة، مع تنافي تام لجوهر الأزمة وهو أن هناك انقلابا حصل في يوم 21 سبتمبر 2014. طيب دكتور محمد، برأيك ما هي الأسباب التي جعلت المبعوث الأممي وأيضا الأمم المتحدة تتحدث عن طرفي الصراع وتتجاهل مسألة الانقلاب وهو ربما المحور الأساسي الذي جاء من خلاله القرار 22/16؟ أعتقد أن هناك يعني عوامل كثيرة لا يمكن الإلمام بها في هذه المداخلة.
يعني يأتي دور الشرعية مخيبا للأعمال في كثير من الجوانب، على المستوى الإغاثي، على المستوى الأداء، مستوى الأداء السياسي والتواصل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الكبار، وعلى المستوى الأمني في المناطق المحررة، وكذلك على مستوى الأداء العسكري خلال العامين الأخيرين من الأزمة، ولنقل العام ونصف العام الأخير من هذه الحرب. إذن الشرعية تتحمل جزءا كبيرا من تسويق الأزمة في المجتمع الدولي، على اعتبار أنها أزمة بين أطراف متصارعة وليست أزمة بين شرعية معترف بها وبين انقلاب غير معترف به. النقطة الأخرى أن هناك لاعبين إقليميين ودوليين يروقهم استخدام مثل هذه اللغة، ويريدون أن تستمر الأزمة بين ما يسمى بأطراف الصراع في اليمن من أجل مزيد من الابتزاز لأطراف هذا الصراع، ومن أجل أيضا مزيد من الابتزاز للمملكة العربية السعودية تحديدا في هذا الصراع. نعم. ومن أجل إعادة تعريف هذا الصراع بما يضمن مصالح هذه الأطراف التي قد تكون أحيانا لدى الأطراف الإنقلابية. هناك سلسلة أو هناك رزمة من العوامل التي يمكن الحديث عنها، والتي أوصلت المجتمع الدولي إلى أن يتحدث بهذه اللغة، متناسيا أنه هو الذي صنف الأوضاع في اليمن باعتبارها انقلابا وشرعية. طيب دكتور محمد، تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث من مسقط الباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا ومقدمين ومشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. تحدث الدكتور محمد جميح بأن هناك أطراف للأسف دولية هي من تسعى لإطالة الأزمة في اليمن، وتستفيد من يعني تحويل المشكلة اليمنية من انقلاب وشرعية إلى التعامل بجانب إنساني أكثر مما هو أزمة سياسية، وأيضا يتعاملون مع الطرفين بنفس المستوى. وربما هنا النقطة الأهم هو استغلال كما يقول الدكتور محمد المملكة العربية السعودية على وجه التحديد من أجل ابتزازها أو من أجل الاستفادة منها والضغط عليها بأي ملفات أخرى. ما رأيك أنت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تفضل به الأخ الكريم من لندن صحيح، أتفق معه في معظم ما ذكر، لكن دعنا نبسط الصورة كما هي أمام المشاهد الكريم. الذي جرى في مجلس الأمن يوم أمس وليس بحثا لحل سياسي، يعني تم التداول حول القضية اليمنية في إطار تقييم الحالة الإنسانية في اليمن، يعني حتى كلمة ابن الشيخ جاءت في هذا السياق. المبعوث أو المفوض الإنساني أيضا تحدث في هذا السياق. إذن القضية في مجلس الأمن طرحت ليست كقضية سياسية، وإنما في إطار تقييم أو بحث تداعيات الحالة الإنسانية. وهذا كما حذرت مرارا، هذا منعطف خطير، أن ينظر إلى القضية اليمنية باعتبارها حالة إنسانية يجب التعامل معها من هذا المنظار. على يعني نحن نقدر تماما يعني الحالة الإنسانية، هناك بالفعل تفاقم شديد للحالة الإنسانية في اليمن، هناك مجاعات، 7 ملايين يمني، ربع السكان تقريبا يعانون هم على شفا المجاعة، أمراض إلى آخره. ولكن ما ينبغي أن يتحول الملف اليمني أو الأزمة اليمنية إلى مجرد حالة إنسانية يتداعى العالم لإنقاذها إنسانيا وينسى يعني جذور هذه المشكلة. الحالة الإنسانية التي نراها في اليمن اليوم هي نتيجة وليست سبب. نعم. لا يصح أن تعالج التداعيات والأعراض وتنسى الجذور. ما تفضل به المبعوث الأممي في كلمته في هذا الاجتماع لا يعبر حقيقة عن وجود حل سياسي متماسك. وقد درجنا على هذا الخطاب الذي تقدمه الأمم المتحدة ممثلة في يعني مبعوثها إلى اليمن، هذا خطاب قديم لم يتغير فيه شيء. بل بالعكس، أنا أرى أن هناك تراجعا في آخر مبادرة قدمها ابن الشيخ، كانت تدور حول مسألة انتزاع ميناء الحديدة من الحوثيين وتسليمه إلى طرف ثالث. يبدو أن حتى هذا الطرح، حتى هذه المبادرة الآن تلاشت وذهبت أدراج الرياح. وفي كلمته الأخيرة كان يتحدث عن تقوية ميناء الحديدة حتى تستطيع أن تستقبل المعونات الإنسانية. إذن هناك حتى في ما يتصل بالرؤية النظرية الصرفة للحل السياسي هناك قدر كبير من التراجعات. نعم. طيب دكتور عبد الله، إذن أمام
نعم دكتور عبد الله، يعني معذرة على المقاطعة، إذن أمام هذا التغير أو التماهي مع بقاء اليمن والأزمة اليمنية بهذه الصورة، ما الذي يجب الآن على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ما الذي يجب الآن على الحكومة الشرعية اليمنية؟ أنا أتصور أن الفاعلين الرئيسيين القادرين على تحريك هذا الجمود، هناك جمود عسكري، هناك جمود سياسي، الآن هناك حالة إنسانية متفاقمة في اليمن، إذن نحن نتحدث عن فشل على ثلاث مستويات. الفاعلين الرئيسيين على المستوى المحلي بطبيعة الحال الحكومة الشرعية ومن يدور في فلكها من الأحزاب والقوى السياسية والجيش الوطني والمقاومة، وهذه القوة أو يعني الحكومة الشرعية ومن ينتمي إليها يستطيع أن يعني يفعلوا الكثير. على المستوى الإقليمي هناك المملكة العربية السعودية وإيران، على المستوى الدولي هناك الولايات المتحدة، هؤلاء هم الفاعلون الرئيسيون الذين يستطيعون أن يحدثوا تحولا. الآن نحن نتحدث عن حل سياسي. يا أخي الكريم، أنا في تقديري أن الظروف الموضوعية لم تنضج بعد للحديث عن حل سياسي. الحل السياسي ليس، لا يمكن أن تأتي أنت اليوم وتدخل على الحوثيين من باب المحاسنة والملاينة والإقناع، ما هكذا تدار الصراعات. ينبغي أن يكون هناك تتوفر شروط موضوعية ناضجة يمكن من خلالها طرح حل سياسي. البيئة اليوم، البيئة السياسية، المعطيات الاستراتيجية القائمة اليوم في الأزمة اليمنية لا تسمح بإنجاح حلول سياسية، وقد رأينا هذا فيما مضى. جولات الكويت فشلت، جولات مسقط فشلت، ليس هناك اليوم على مستوى المعطيات الاستراتيجية القائمة، ليس هناك ما يدفع الحوثيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بحلول سياسية، لأن الحل السياسي يعني أن تتنازل عن أشياء في مقابل أشياء. ليس هناك ما يدفع على مستوى ميزان القوى، ليس هناك ما يدفع الحوثيين إلى تقديم تنازلات. نعم. بالعكس، أنا أرى أن الأمور اليوم تتطور لصالح الحوثيين حتى على المستوى الإنساني، خاصة بعد إدراج التحالف في القائمة السوداء. نعم. طيب دكتور عبد الله، أعود لدكتور محمد جميح. دكتور محمد، يقول الدكتور عبد الله ربما أن الواضح الآن أن الكفة في مصلحة الانقلابيين وفي مصلحة الحوثيين بسبب ربما الركود الكبير اللي هو حاصل الآن في الجبهات، رغم العتاد الكبير والمقدرة الكبيرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على التقدم، ما رأيك؟ أنا أتفق مع كثير مما طرح، لكن في النقطة الأخيرة لا أعتقد أن الأمور في صالح الانقلابيين في الداخل. يعني الانقلابيون يمكن أن يقال أن ما تم في صالحهم هو التقدم البطيء للجيش الوطني، لكن ذلك لا يعتبر في الصالح بالمجمل والمحصلة النهائية. هم يختارون، لكن صالحهم الآن أنهم بدلا من أن كانوا يختارون سريعا في الماضي أصبحوا يختارون بشكل بطيء، لكن الخسارة لا تعتبر مصلحة بالنسبة لأطراف الانقلاب في الداخل. فهم في وضع حرج، ولولا الظروف المحايدة التي صاحبت العمليات العسكرية وأيضا الظروف الأمنية التي صاحبت المناطق المحررة والأداء الأمني المخيب الأمان في بعض الأحيان للشرعية، لما استطاع الانقلابيون أن يصمدوا كل هذه الفترة. لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن الجولة لصالحهم أو أنهم أصبحوا في وضع حرج. اليوم المظاهرة تخرج في صنعاء ضد الأوضاع المتردية للمعلمين وللقطاعات الموظفين المختلفة، وبالتالي هم يتحينون الانفجار الداخلي ناهيك عن الحرب. هناك أيضا يعني في تصوري أن الجرس قد نق للتحالف العربي والحكومة الشرعية في مرتين، المرة الأولى في جنيف ومجلس حقوق الإنسان الذي شكل والذي أقر إضافة خبراء دوليين للجنة الوطنية لتحقيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأيضا في الأمم المتحدة بإضافة التحالف والحكومة إلى جانب الحوثيين في قائمة واحدة هي القائمة السوداء لمتهكي حقوق الأطفال. لكن هذا يعطي للتحالف العربي والحكومة الشرعية أعتقد فترة عام كامل لحين الانعقاد القادم لمجلس حقوق الإنسان وللدورة القادمة من دورات الجمعية العامة أو التقرير الأمين العام السنوي، يعطيهم فرصة لمحاولة إحداث نوع من كسر المعادلة العسكرية على الميدان من أجل تحسين شروط التفاوض ليقبل الحوثيون في القرارات الدولية بوجه أو بآخر. أنا أتصور أن وضع الشرعية
يعني ليس بالوضع الكارثي يمكن إصلاحه، أن وضع التحالف العربي أيضا لكنه ليس بالشكل المطلوب. لكن نقطة أخيرة، وهو أن ما تفضلت به أخي الكريم من وجود العتاد الضخم مثل الجيش الوطني، هذا غير موجود وغير صحيح. الجيش الوطني يقاتل بإمكانات محدودة، هناك عتاد ضخم صحيح، لكنهم في مخازن تسليح محددة في قواعدها، لم تنطلق. الجيش الوطني يعاني من التسليح حقيقة، ونحن يعني ينبغي أن تكون هذه نقطة مهمة بين الحكومة وبين التحالف. يعني ما هو الخلل؟ هل هناك عدم ثقة في الجيش الذي لم يسلح بشكل جيد يوازن تسليح الحوثيين وما لديهم من إمكانات هائلة، أم أن هناك يعني نوع من الخطط الأخرى التي لا تقتضي تسليم أسلحة ثقيلة حاسمة ونوعية من أجل حسم المعارك؟ لكن الذي أعرفه أنه ما مصلحة التحالف دكتور محمد الأخيرة؟ نعم، بعد المؤشرات الأخيرة التي أنذرت التحالف العربي والحكومة، هناك ما يبدو نوع من الشغل الجيد على خطط عسكرية التي ربما نشهد تحركات محددة خلال الأسابيع القادمة على مستوى الجبهات. ولكن ما مصلحة دكتور محمد التحالف العربي من إبقاء الجبهات بهذه الصورة الراكدة وعدم تسليح السلاح النوعي كما تحدثت، ويعني الإساءة للجيش الوطني بهذه الصورة، وهو ربما يمتلك القدرة لو وجد الدعم فعلا والتوجيهات الواضحة والصريحة من التحالف؟ أنا أعتقد أنه ليس لدى أحد مصلحة اليوم في أن يستمر هذا الوضع العسكري تحديدا بهذا الشكل، لا لدى التحالف ولا الحكومة الشرعية، ولكن هناك علامات استفهام ينبغي أن تجيب عليها هذه الأطراف سواء كانت في التحالف أو في الحكومة الشرعية بمكاشفة واضحة وصريحة. أعتقد أن لقاء على مستوى القيادات الكبيرة السياسية والعسكرية يتحتم في هذه الأيام من أجل دراسة أين الخلل، ما هي الحلقة المفقودة، ما هي الحلقة الضائعة هنا بين التحالف وبين الحكومة الشرعية من أجل تسوية هذا الخلل. إن كان هناك عدم ثقة لوجود فساد في مؤسسة الجيش الوطني فينبغي أن يعالج تعالج عدم الثقة هذه، وإن كان هناك نوع من المخاوف لدى التحالف العربي من أطراف معينة في الحكومة أو في الجيش الوطني ينبغي أيضا معالجة هذه المخاوف، لكن لا أعتقد أن الوضع بهذه الصورة يخدم لا التحالف العربي ولا الحكومة الشرعية. أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي دكتور محمد جميع، كنت معنا من لندن. وعودة إلى مسقط مع الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، يعني ربما كما تحدث الدكتور محمد علامة استفهام كبيرة وكثيرة، لماذا لا يتم يعني التحدث بشفافية والإجابة على الكثير من الأسئلة؟ لماذا يترك الجيش الوطني بهذه الصورة ويعمل بهذه الطريقة؟ ما هي الأسباب ولمصلحة من؟ نعم، أنا في تقديري أن هناك جملة من النقاط التي ينبغي أن تطرح فيما يتصل بتعاطي التحالف مع الأزمة اليمنية على المستوى السياسي. كما ذكرت آنفا، هناك حالة من الجمود العسكري هناك، وبالتالي اختل ميزان القوى، ما زلت مصرا لصالح الحوثيين حتى على المستوى الإنساني. الآن تخريجات الأزمة اليمنية كالتالي: هناك أزمة إنسانية متفاقمة، أسباب هذه الأزمة هي الحرب، من يشن الحرب هو التحالف. إذن يعني هذه المعادلة وهذا التخريج يصب في صالح الحوثيين. لكن دعني أعود إلى سؤالك. أنا أتصور أن أسباب الجمود السياسي من قبل التحالف التعاطي مع 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 الأزمة على المستوى السياسي، أولا التحالف يبدو واضحا الآن بعد مضي نحو 3 سنوات على شناه الحرب، يبدو أنه لا يملك رؤية سياسية لما بعد الحرب. يعني التحالف كأنه خاض حربا ولكنه خاضها بغير غطاء سياسي، ليس هناك رؤية سياسية. هذا واحد. الأمر الآخر، يبدو أن هناك مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة أليست كفيلة وكافية للبعث برسائل اطمئنان لما بعد الحرب؟ الحكومة للأسف في حالة عجز، في حالة ضعف شديد، لم يعد لها من الأمر شيء، وتستطيع، هي تملك الإمكانات، تملك القدرة على أن تحرر إرادتها السياسية وإرادتها العسكرية، ولكنها للأسف لا تفعل. سواء يعني الحكومة ممثلة في الـ يعني مؤسسة الرئاسة أو الحكومة،
بمعنى الطيف السياسي الذي يدور في فلك الحكومة. فالحكومة لم تعد قادرة على تحريك هذه المياه الراكدة، ولكني أتحدث عن التحالف الذي لم يعد يملك رؤية سياسية لمرحلة ما بعد الحرب. ولكن هناك دكتور عبد الله، هناك اتهامات بأن يعني بأطراف بالتحالف بأنها هي التي تعيق عمل هذه الحكومة وتقدمها وعمل مؤسسة الرئاسة. نعم هذا صحيح، هذا لم يعد سرا، هذا صحيح. في الوقت الذي نتحدث فيه عن حلول سياسية وعن مأساة إنسانية وعن تراجع في الأداء العسكري، هناك مشروع سياسي يجري تجذيره في الأرض اليمنية في المناطق المحررة في الجنوب وفي الشرق، هذا صحيح. ولذلك يعني أنا أقول أن التحالف لا يملك رؤية سياسية، وأنه ربما دخل بأجندات متعارضة. الأجندة الرئيسية التي دخل بها التحالف هي تحرير اليمن من هذه الطغمة التي أسقطت الدولة، وإعادة الحكومة الشرعية وتسليم مقاليد السلطة لهذه الحكومة الشرعية. هذا لم يحدث، وبالتالي أنا أقول أن هناك مشاريع متعارضة ومتضاربة اليوم على الأرض اليمنية. لم يعد مشروع الحكومة الشرعية بإعادة يعني النظام السياسي والبناء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، لم يعد هذا المشروع بهذه المكونات وبهذه الأبعاد جزء من هذه المشاريع المتعارضة في اليمن. وبالتالي أنا أتصور أن الحكومة الشرعية اليوم مهمتها أكبر من مجرد أن تكون غطاء لهذا التدخل العسكري. ينبغي أن يعني تبلور مشروعا، ينبغي أن تحرك هذه المياه الراكدة، ينبغي أن تتفاوض مع الأطراف التحالف. يعني كما قلت أن التحالف يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية الاستراتيجية والسياسية والإنسانية فيما يجري اليوم في اليمن، والحوثيون طبعا إلى حد كبير هذا الوضع بالنسبة لهم مريح، ليست هناك ضغوط عسكرية، ليس هناك ضغوط سياسية. الحالة الإنسانية كما أسلف يعني تصب في مصلحة الحوثيين، إذ أنهم يصورون هذه المآسي الإنسانية باعتبارها إفرازات وتجسيدات لهذه الحرب التي تشن على اليمن من قبل التحالف. إذن هذه التخريجات بالمجمل تخدم الحوثيين. أشكرك. على المبعوث الأممي الآن، إن كان جادا، وأنا لا أتحدث عن شخصي وإنما أتحدث عن المنظمة التي يمثلها، عليه إن كان جادا والمنظمة التي من ورائها أن يبلور مشروعا سياسيا متماسكا، وأن يفرض هذا المشروع على هذه الأطراف سواء الحكومة الشرعية أو التحالف أو الانقلابيين ومن يدعمهم إقليميا. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. كان معي الدكتور محمد جميح من لندن المحلل السياسي والكاتب، وأيضا الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث والمحلل السياسي من مسقط من عمان. شكرا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. We'll be right back.